بيشتغل معانا على كل الاس كيو ال، قلنا بيشتغل معانا على كل الايه الداتابيز الريليشنال زي الاوراكل، الماي سيكوال، الاس كيو ال سيرفر، البوست جريد، كل دي قواعد بيانات اللي هي الاساسيه المشهوره جدا في مجال الاس كيو ال او الريليشنال داتابيز. فكستاندرد لانجويج ممكن تلاقي بعض الاختلافات، الاختلافات دي بتبقى عباره عن حاجه اسمها سينتاكس. يعني ايه سينتاكس؟ شكل كتابه بس، هنا بيحطوا كوما، هنا لا بيحطوا كلمه بدل بتاع، هنا بيحطوا قوس قبل اللي مش عارف ايه بس، لكن هي في الاخر هي كلها نفس الايه؟ نفس الجمله. وبس مش اكتر من كده. فاحنا هنبدا زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان انتوا تشوفوا داتابيز ماي سيكوال، مظبوط؟ ولا عايزين اوريكال اللي انتوا عايزينه يعني؟ ماشي، ماي سيكوال نص، والنص التاني اتفقتم على على ان احنا نشتغل داتابيز من الداتابيز الحديثه اللي هي كانت مونجو دي بي، صح؟ تمام، ان شاء الله خير. فاحنا المفترض اللي انا فهمته كمان ان انتم واقفين عند يعني ما اخدتوش الاي ار، تمام؟ انتم وقفتوا بس عند الاي ار العاديه والاس كيو الاساسي، وكانت الماده خلصت يعني. فان شاء الله احنا محتاجين برضو نشرح الاي ار وتفاصيل فيها. فلو كانت المحاضره فيها بعض ضياع الوقت او شيء، فانا هكون على الجروب اللي كنت عملته لكم هحط لكم بعض الفيديوهات المساعده نفس الاريا اللي احنا بنتكلم فيها، بحيث يعني إن لو في حاجه مش متغطيه كويس ابقى مطمن ان هي وصلكم كويس. ماشي؟ ان شاء الله يعني. فاحنا مبدئيا لو عايزين نشتغل على ماي اس كيو ال كداتابيز، الداتابيز ديت ليها كذا جي يو اي او جرافيكال يوزر انترفيس بتتعامل معاها، تمام؟ في ورك بنش، في بي اتش بي ماي ادمن، في حاجات كتير جدا. اشهرهم طبعا بي اتش بي ماي ادمن، لان هي في الغالب بتبقى محطوطه على السيرفرات دي وشغاله وما فيهاش اي مشكله بالاسلوب بتاع الانترفيس دي. وممكن تشتغل عليها بالكوماند برومبت اللي هو الشاشه السوداء بتاعت الدوس دي، زيها زي ال زيها زي بتعرفت زيها زي الاوراكل، زيها زي غيره، هي برده موجوده، تمام؟ فاحنا لو حبينا نشوف الاول السيت اب بتاعها عامل ازاي، وكان نبدا ايه نشتغل عليها على طول، تمام؟ برنامج تخش على الانترنت تعمل داونلود حاجه اسمها اكس اي ام بي بي، خلاص؟ او اي واحد تاني، في حاجات كتير جدا بتعمل نفس الفكره بالظبط. الاكس اي ام بي بي اللي هو بيبقى فيه شوية تولز مع بعضها متركبة مع بعض وينزلوهم مع بعضهم، يعني باكج. في الباكج دي في منها الماي سيكوال ومعاهم البي اتش بي عشان تشغل لك البي اتش بي ماي ادمن اللي هي الشاشة اللي انت بتتحكم فيها من خلال ايه اللي بتتحكم من خلالها في الداتابيز، يعني لو انت عايز تشتغل بالجرافيكال يوزر انترفيس. يعني في زي في اب سيرف، في لامب، في كذا سوفت وير ممكن تنزله، لامب او اب سيرف او اكسامب، كل دول بينزلوا الباكج على بعضها، نزلوا الحاجه اسمها اسم الاباتشي، ونزلوا حاجه اسمها البي اتش بي عشان ترن لك الجرافيكال يوزر انترفيس، وبتنزل لك الماي اس كيو ال وشويه تولز ثانيه جانبيه لو عايزها، تمام؟ بيبقى على بعضها. فهتعمل خش تعمل داونلود اكزامب مثلا، وهو بسيط جدا في السيت اب بتاعه. يعني هعمل كده، في منه نسخ كتير يعني الاب سيرف بورتبل، ماشي مفيش مشكله. فهنا هو مثلا قال لي انت عايز تنزل ماي سيكوال، ماشي. عايز تنزل فايل زيلا اللي هو الاف تي بي سيرفر عشان ترفع لو عندك ملفات ويب عايز ترفعها على والميل سيرفر، تقول لا توم كات اه طبعا كده كده لازم ينزل اباتشي وماي سيكوال دول اجباري، خلاص. بي اتش بي بيرل مش عايزها، بي اتش بي ماي ادمن اه دي اللي احنا عايزينها اصلا، دي الانترفيس اللي انا اللي هي هتتحكم فيه الماي اس كيو ال، تمام. وبلايزر لا، ولا فيك سند ميل مفيش، مش محتاجين غير الماي البي اتش بي والماي اد والماي سيكوال، بس نزل معاهم البي اتش بي ماي ادمن. احنا فعليا في الاختيارات اللي موجوده قدامك دي اصلا مفيش حاجه يعني دي ما تقدرش تشيله. توم كات عايز تشيله شيله يعني مش مشكله، هو سيرفر تاني بديل للاباتشي يعني. احنا فعليا مش هنختار بس غير الماي اس كيو ال والبي اتش بي ماي اس كيو ال، دول البي اتش بي ماي ادمن دول اللي لنا حق نشيلهم اصلا، وهم دول اللي احنا عايزينهم اصلا، فمش هنشيلهم يعني. اما الباقي كده كده اجباري عليك يعني، كده كده لازم ينزل، تمام؟ طيب، فقلت له ماشي نكست. قال هتنزل الحاجه دي فين؟ اختار مكان اكون عارفه. اسمي مثلا بي اتش بي ماي ادمن
اكتبها سوفت عشان ما تتوهنيش. اخترت المسار اللي عايز انزل فيه الحاجه، عايز تعمل ليرن مش عايز اتعلم انا مش استعلم. تمام. يبقى الاكسامب الاي من اباتشي، الام من ماي سيكوال، البي اتش بي بي، وحاجه اسمها بير لغه ثانيه بي برضه، والاكس الاولانيه دي عشان تبقى يعني كروس بلاتفورم، يعني يقصد ان المجموعه دي بتشتغل على كل الاوبريتنج سيستم، يعني ما عندهاش مشكله. تمام. طيب يعني الناس كده بتتكلم ماي سيكوال احنا عايزين نشتغل، هي اوريكل، هو اوريكل منزله كذا داتابيز في السوق. تمام. هو العيب بتاعها ان في داتابيز من الداتابيز اللي موجود عندها ما سموهاش، سموها اوريكل داتابيز زي ما هي كده، هي دي بقى اللي عامله لنا ازمه. يعني كانوا سموها اي اسم ثاني كانت ريحت الموضوع. اوريكل دي شركه كبيره، تمام، بتنزل منتجات كتير جدا من ضمنها الداتابيز. تمام. من ضمنها الداتابيز، هل الداتابيز بقى اللي هي دي الداتابيز اللي هي اسمها اوريكل داتابيز؟ لا، اللي بتنزل اوريكل داتابيز عندها نو سيكوال اوريكل داتابيز، عندها ماي سيكوال بتاعتها تبعها تبع اوريكل برضو، وعندها حوالي 2 3 كمان داتابيز ثاني، انت متخيل يعني؟ فهي عندها حاجات من دي كتير. فهي ده ماي سيكوال هي تبع اوريكل برضو، ما فيش، لا طبعا كلهم كل واحده ليها غرض. يعني مثلا على ما يعمل السيت اب كده، لو جينا قارنا مثلا الاوريكل داتابيز بالماي اس كيو داتابيز، لا في فرق. هتلاقي اوريكل داتابيز لا مش موجوده على الانترنت تقريبا، يعني مواقع قليله جدا 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 اللي شغاله اوريكل داتابيز. تمام. لكن الماي اس كيو يعني لايت اكتر للويب سايتس، خلاص، وبالتالي لايت اكتر للموبايل ابلكيشنز، ويمكن دي الحاجه عشان كده انتشرت اكتر، وهي اكتر حاجه ايه استخدامها. في نفس الوقت هي ريليشن داتابيز، عندهم تاني مثلا نو سيكوال اوريكل داتابيز، وعندهم حاجات تانيه بتشتغل باساليب مختلفه. تمام. فكل واحده وليها ايه مميزاتها داخل الشركه. لكن لما تيجي تخش تحط شركه تانيه جنبيها، لا في منافسه بقى. يعني مثلا لو حطيت مثلا شركه مايكروسوفت قلت اس كول سيرفر وماي سيكوال، تعالى نتخانق بقى. فاهمني ازاي؟ نتخانق ليه؟ لان اتنين بدائل، دي بتنزل حاجه جديده بكره، دي بتنزل نفس الحاجه الجديده، دي بتنزل حاجه جديده، بتنزل بكره حاجه جديده، وعادي. لا طبعا انت بتتكلم في ماي اس كيو ال، يعني انت بتتكلم في اشهر قاعده بيانات موجوده وفيها كل الامكانيات اللي انت بتتخيلها دي، خلاص. حتى تحديثها على مستوى النو سيكوال اشتغلوا فيها، وتحديثها اشتغلوا فيه، يعني حتى هي بتسبورت حاجات دلوقتي في النو سيكوال، حتى في العصر الحديث بقت بتسبورت. فهي داتابيز من الداتابيز اللي هي تعتبر كده، هي مش تعتبر، هي فعلا هي اشهر قواعد البيانات موجوده. تمام. وفي نفس الوقت من افضل قواعد البيانات اللي موجوده، مش حاجه يعني قليل، يعني ماي اس كيو حاجه مش قليله من حيث السكيورتي، من حيث حجم البيانات، من حيث الاوامر والتعامل معاها، من حيث كل على بعضها. تمام. طيب احنا قلنا الكلام ده المره اللي فاتت، قلنا دي بتشتغل باسلوب الريليشنال داتابيز، والموجو بتشتغل باسلوب اسمه الدوكيمنت داتابيز. اختلاف كلي كلي، عارف يعني ايه كلي؟ يعني لا، ماي اس كيو ال من اول فيرجن 8 وهي بتسبورت حاجات كتيره جدا في البيج داتا، زي يعني بس مش عايز اخش تفاصيل، زي الكلاسترنج والكلام ده كله شغاله فيه، يعني بتسبورت الحاجات دي. تمام. فين؟ في من بعد فيرجن 8، وده ما هو احنا شغالين عليه عادي. يعني لو في مثلا ماي سكيول، صحيح، هي مش اقوى حاجه في الاريا بتاعت النو سيكوال والكلام ده والبيج ديتا والكلام ده كله، لكن هي شغاله فيه. تمام. ويعتمد عليها طبعا. طيب يعتمد عليها ايه يا جماعه؟ احنا بنتكلم في اكتر داتابيز اعتمدت. يعني انتوا فاهمين الفكره؟ يعني ما ينفعش قلق من اي نوع، يعني اتجربت اكتر داتابيز اتجربت في العالم، يعني في التاريخ في النوع الريليشن داتابيز، هي كانت الماي سيكوال. يعني ولا مشكله كبيره ولا حاجه، هي اركتكشر وهي شغال عليه، يعني مفيش اي مشكله، يعني مش مشاكل. المشاكل دي احنا بنناقشها، هم حلوها ازاي ونفهم التفاصيل، لكن هي ما بقتش مشاكل، هم خلاص المشاكل دي يعني لسه ما اتحلتش، لكن طالما هم حلوها وخلاص الموضوع ده ما بقتش مشاكل، هي بس احنا بنتعرف على ايه الحاجات اللي قابلتهم وحلوها ازاي وبقت الدنيا ماشيه ازاي، بس مش اكتر من كده. تمام. طيب هو كده فتح لي حاجه اسمها الاكسام كنترول بانل بعد ما خلص سيت اب،
طبعا لو انت قفلت ونسيت وبعد فتره جيت فتحت برضه هتخش على نفس المكان اللي انت كنت منزل فيه الداتابيز دي مثلا، وهتلاقي كده اول ما تخش على ده المكان اللي كنت عامل سيت اب فيه هتلاقي ادي الاكزام بايه كنترول اهو، ادي الايه فتح لك نفس المكان. مفترض ان احنا لو عملنا كده ستارت هنشغل الماي اس كيو ال، يدي له كل البرميشنز عشان يشغل ماي سيكوال. ماي سيكوال كده اشتغلت خلاص، الماي سيكوال البورت بتاعها 3306 ده الديفولت بتاعها يعني. تمام، لو اي برنامج عندك شغال على بورت 3306 ممكن يعمل كونفليكت ما تشتغلش كويس. طيب كده اهو اقدر اشغل ماي سيكوال بس ما اقدرش اشغل بي اتش بي ماي ادمن، تمام، اللي هو الجرافيكال يوزر انترفيس اللي بتقوم الايه اللي بتتحكم فيه الداتابيز اللي اسمها ماي اس كيو ال. لو انت عايز تشتغل على السيكوال لوحديها الماي سيكوال من غير ما تشتغل على اسمه ايه ده على الجرافيكال يوزر انترفيس، لو رحت هنا في الفولدرات هتلاقي في فولدر منهم اسمه ماي اس كيو ال، ماشي، ادي ماي سيكوال اهو، ده الفولدر الخاص بكل السيت اب الخاص بمين بالماي اس كيو ال. لو دخلت فيه على الفولدر اللي اسمه بن هنا اهو، دي الملفات الاكزيكيوتابل بتاعه الماي سيكوال، يعني الملفات التنفيذيه اللي بتشغل الماي اس كيو ال يعني. فلو انت عايز تشغل الكوماند برومبت انت ممكن تفتح الباور شيل من هنا، تمام، ادي انت فتحت كده الباور شيل بتاعتك. فانت مثلا لو جيت كتبت ماي اس كيو ال، طبعا احنا ما دخلناش باسورد عشان السيت اب، طبعا لو في بعض الحاجات اللي انت بتسيت اب بيقول لك دخل باسورد تبقى عرفت الباسورد، ماشي، لو ما دخلتش باسوردات يبقى خلاص معروف ان الباسورد فاضي خلاص، واليوزر نيم الرئيسي اسمه روت، اسمه ايه؟ روت. ولو انت عايز تغيره بتقدر تغيره بعدين سواء بعدين او في اثناء السيت اب او غيره يعني. طيب فانا هاجي اقول له ايه ماي اس كيو ال داش يو، داش يو دي اختصار ايه؟ يوزر، اقول له روت. مش شايفين حاجه؟ افتح السي ام دي ممكن تكون مظبطه اكتر من كده، مظبوط كده؟ طيب هعمل سي دي وهديله الباث اللي فيه لغايه الماي اس كيو ال، تمام؟ عملنا السي دي ولا ايه؟ عشان انا بس عامل في الاخر السهم ده، تمام؟ للاسف العنوان طويل رخم فهيبقى واخد نص الشاشه دايما يعني، كنا حاطينها في حته سهله صغيره شويه مش مشكله. فقلنا هنكتب ايه ماي اس كيو ال، تمام، وبعد ماي اس كيو ال قلنا داش يو دي معناها يوزر سبيس، واكتب اليوزر نيم مثلا اللي هو روت، تمام، وسبيس واقول له داش بي وسبيس واحط الباسورد لو في باسورد، لو في ايه؟ لو في باسورد. انا ما فيش باسورد فقال لي طب معلش برضه حط الباسورد، قلت له مش مشكله بس انتر، قال لي خلاص ماشي، حاسس ان انا مش حاطط باسورد اصلا. فتح لي ايه ماريا دي بي، دي انجن من الانجنز بتوعه الماي اس كيو ال، وكده هو جاهز جاهز يتوقع الله ويبدا يشتغل يعني. فاحنا كده دلوقتي جاهزين لان احنا نبدا نكتب اوامر اس كيو ال، خلاص احنا كده فتحنا ايه ويلكم تو ماريا دي بي مونيتور مش عارف ايه وبعد كده قال لي ايه الفيرجن واوريكال ايه لو واخدين بالكم، تمام، الكابي رايت بتاع 2018 اوريكال داتابيز، وبيقول لي يلا اكتب بقى اللي انت عايزه وابدا اشتغل كماي اس كيو ال عادي براحتك، تمام. دي الطريقه الاولى اللي انت عايزها. لو انا مثلا هجرب امر من الاوامر، في امر من الاوامر اسمه شو داتابيزز، تمام، اسم يكون اسف ودست انتر شو داتابيزز، قال لي الداتابيز اللي عندك، في عندك انفورميشن سكيما، دول دي شويه داتابيز بتنزل اوتوماتيك مع الايه مع الماي اس كيو ال وماي سيكوال وبرفورمانس سكيما وبي اتش بي ماي ادمن وتست، كله بينزلوا كده ايه اوتوماتيك، وطلع لي قال لي 5 روز ان ايه انسيت، وده الشكل بتاع الاوامر بتاعي ما فيهوش مشكله، صح كده؟ ده الشكل الاول للستاندرد. يعني ايه الستاندرد؟ يعني مهما تنزل من انواع برامج ده موجود، مهما تنزل من انواع برامج ده ايه ده موجود. يعني نزلت هتشتغل على بي اتش بي ماي ادمن، هتشتغل على ورك بنش، هتشتغل مش عارف على داتابيز، على مثلا حاجات كتير موجوده في السوق كجرافيكال يوزر انترفيس للماي سيكوال، مش مهم، دي هتبقى موجوده، دي هتبقى ايه؟ دي بتبقى موجوده. بس البي اتش بي ماي ادمن من الحاجات المهمه جدا، لان اغلب السيرفرات بتبقى نازله بتديك انك توصل للداتابيز من خلال اللي اسمه ده البي اتش بي ماي ادمن. انا ما بتفرقش معايا ان احنا عايزين نتعلم الاس كيو ال اللي هو الستاندرد اللي كده كده بيستخدم في كل انواع الداتابيز، لكن نشوف دي ونشوف ايه ونشوف دي برضه مفيش مشكله. طب لو انا جيت عبيت اكريت الداتابيز فاقول له كرييت داتابيز وبكتب اسم الداتابيز اللي انا عايزه مثلا جروب 1 مثلا دي مثلا، وقلت كده ده امر،
كرييت داتا بيز اسمها وخلاص. قال لي خلاص الكويري اوكي وخلاص ما عندكش مشكله تمام. لاحظوا ان احنا واحنا بعد ما كريتنا الداتا بيز بتاعتنا دي الانجن ماري دي بي وفي نن هنا ما اعرفش ايه نن دي. احنا دلوقتي لو جينا كريتنا تيبل او كريتنا اي شيء عملنا اي شيء من الاشياء اللي احنا عارفينها كريت تيبل كويري اي جمل او اي اوامر بتبقى كلها في الهواء. يعني ايه في الهواء؟ يعني انت مش عارف انت محدد مش محدد الداتابيز. انا دلوقتي لازم اقول يوز وسبيس واقوم قايل الداتابيز يا اما اختار الداتابيز من الموجودين دول او الداتابيز اللي لسه مكريتها اللي اسمها جروب 1 دي بي مثلا. فلو جيت قلت مثلا جروب 1 دي بي تمام يوز قال لي الداتابيز تشينجد. لاحظ بقى عمل لي ايه؟ انت جوه ماري دي بي الانجن جواها حاجه اسمها جروب 1 دي بي. انت جوه كده انت سلكت على الداتابيز. انت كده كل الاوامر اللي انت هتشتغلها هتبقى موجهه جوه على مين؟ على الداتابيز دي. خلاص نفرق ما بين الداتابيز انجن ونفرق ما بين الداتابيز اللي بتعملها بتاعت الاكونتنج بتاعت الاتش ار بتاعت المخازن بتاعت تمام. احنا كده جوه داتابيز كده اي امر هنعمله هيبقى بيتحكم في مين؟ بيتحكم في الداتابيز دي. قبل ما ابدا اخش في التفاصيل تعالى نقوم الجرافيكال يوزر انترفيس. انا قومت الماي سيكول عشان تعرف تقوم الجرافيكال يوزر انترفيس بتقوم حاجه